chargée de communication Pharma 5. Donc le jour où c'est cette nouvelle Pharma 5 qui a tenté de l'amener à détruire les حقائب des محفظات, محفظات ou أدوات مدرسية للوليدات ديال le quartier de Sidi Moumen, بشراكة مع le centre culturel les étoiles هنايا في Sidi Moumen. Ou donc cette l'amener à détruire l'opération cartable qui a tenté de faire étarquer la chimie. قافله اجتماعيه ما يكون بس اللي غادي تكون في بزاف ديال لي ريجون في المغرب. فارما 5 ما كتاخذش الدعم من مؤسسات, سي لا لو غروب فارما 5, لابوراتوار فارما 5 هما اللي كيمولوا الجمعيه ديالهم. وحنا فرحانين دابا بزاف وفرحوا لينا وليداتنا الله يفرحهم, وكنشكرهم على هذه المبادره, يعني حتى هما عاونونا وعاونوا وليداتنا وربي اللي غادي يخلصهم. كنشكروا هاد الجمعيه اللي فرحت وليداتنا بالمحافظ بنوفيسا 5, ومن هاد المنبر كنبغي نوجه كاع الجمعيات يعاونوا الدراري ويعاونوا الدريات التلاميذ والتلميذات, يعني ماشي شي حاجه اللي غتكون كبيره اللي غتفرحهم, انما واخا تكون غير سيطه غتفرح التلاميذ وغتفرح الامهات, والله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.